اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما تكونوا بخير وعلى خير. انا الاخوان يعني قناه راعي الغنم بلاطاس متوسط، ترحب بالجميع. فيديوهات الاخوان مختلفه، اللهم بارك. انا الاخوان فلوج جديد بتاريخ 3/8/2022. بالنسبه لهذا الفيديو الاخوان، هذا مصور قريب، هذا في يوم تبارك الله يوم الربيع، وهم الفلوغ الاخوان خاص بهذا الحوي هذا، مولاه باغي يبيعو ني العشق الاخوان ديال الحولي تبارك الله، والعشق ديال الكتيبة هو اللي تيخلي الواحد باش يحتفظ على تصاورو لي فيديو تبارك الله. هاد لي فيديو هادو راهم شهر 3 تقريبا ولا شهر 2. هنا الاخوان هنا فاش دزو هنا متزوج تبارك الله، هنايا هنا الان متواجدين في منطقة ديال السهب نروحي ديال ازو، اللهم بارك. المهم الاخوة الحولي هو هذا اللي تتشوفو تبارك الله، حولي بلدي حر، اللهم بارك. بالنسبة للثمن الاخوان، مولاه طالب فيه 7500 درهم. بالنسبة للسن يكون ما بين سداسي ولا الجمعة، وما غاديش يكون في هاد الجمعة الاول. واي استفسار الاخوان واللي عنده الغراض مرحبا، كاين هنا النواحي ديال الازرو، تحياتي للجميع. بالنسبة للاخوان الناس يتفرجوا فينا اول مرة، مينساوش يتفاعلوا معنا في القناة، تحياتي لجميع الاخوان. الناس اللي عجبها المحتوى تبارطاجي معنا، تخلي لنا شي كومونتير يكون زوين بحالكم، وتحياتي لكم الاخوان. المهم الاخوان نخليكم مع تتمه الفيديو ان شاء الله. المهم هذا الفيديو هذا اللي تتشوفوه الاخوان تقريبا في شهر 3، هذا شهر 2 شهر 3 ما بين 2 و 3. ايه الحمد لله، راه كما شفتوا الحولي تبارك الله، يعني راه كما تيقولوا دايز لاماس، هذا كعربون ان الحولي يعني راه يعني خدام صالح باش يعمر الغنم. وغير بالصدفة الاخوان يعني تا مولاه فاش تنهضر انا وياه، يعني غير الصدفة قال لك انا كان عزيز عليا حولي تبارك الله، عنده خرفان تيعطي تبارك الله النقلة، حولي بلدي اصيلي، والله ما يسر الله يسخر الجميع الاخوان. وهنا الاخوان هذا اخر فيديو ديالو، يعني هذا مصور في المشي يومين، هذا نهار 2 اللي مصور، نهار 1/8/2022 مصور هذا الفيديو هذا. هم الاخوان الحولي كما تشوفوا تبارك الله، وهذا بلدي حر اصيلي، اللهم بارك، اللهم يسر. يعني الاخوان اي استفسار اللي عنده الاغراض مرحبا، 0661 48 27 21، تحياتي للجميع.